يعطيكم العافية، معكم زميلتكم سندس معروف، طالبة من لجنة طب الأسنان دفعة أرام. اليوم إن شاء الله حكون معكم شرح المحاضرة رقم 19 من مادة الأورال أند الدنتال هيلث. بسم الله نبدأ. موضوع محاضرتنا عن الأورال هيلث أمونج ديفرنت بيشنت وذ سبيشال نيد. راح نحكي عن أكثر من بيشنت، كل بيشنت بيعاني من مرض معين، حشوف شو أثر الحالة اللي بيعاني منها مع الأورال هيلث. ورح نبدأ أول إشي بالبريجننت وومن، المرأة الحامل. هلا كثير من النساء الحوامل بتروح على دكتور الاسنان تشكي خصوصا من مشاكل باللثام، مثل جينجيفايتس، التهابات باللثام، جينجيفال انلارجمنت، انتفاخات باللثام، انامل ايروجين برضه ممكن تشكي منها، حد في طبقه المينا. فبتعتقد انه السبب الرئيسي وراء هاي المشكلات هو الحمل، لكن بالحقيقه انه قبل الحمل كان في اسنانها بكتيريا. هاي بكتيريا بليك ممكن تلزق بالاسنان اذا ما تم ازالتها والاهتمام بالاسنان. إيه، فخلال فترة الحمل صار في تغير هرموني، هذا التغير الهرموني رح يخلي الجسم يبدأ ردة فعل أقوى من الوضع الطبيعي، فحيصير في جينجيفايتس، حيصير في جينجيفال انلارجمنت، حيصير في انامل اوريجين. فبالأصل قبل الحمل كان على أسنانها بكتيريا، بس ردة فعل الجسم بينت بسبب التغير الهرموني وقت الحمل، فانتفخت اللثة. تمام، صار في exaggerated response، استجابات مبالغ فيها، فصار في gingivitis، gingival enlargement، enamel erosion. فهون ال inflammation of gingiva which one occurs during pregnancy considered to be exaggerated response، استجابات مبالغ فيها للبكتيريال ابليك. تمام، there's a hormonal change، هذا التغير الهرموني تمام اللي بيخلي ردة الفعل أقوى من الوضع الطبيعي، فرح يسبب بجنجيفايتس، التهابات بالجنجيفا، جنجيفال انلارجمنت، انتفاخات في اللثة، انامل اوريجين، حد في طبقة المينا. أوكي، هون حشوف شو أثر الكليفت ليب وركليفت بلات وركليفت ليب امبلات على الأورال هيلث. باختصار الكليفت ليب هو عبارة عن شفة أنبية أو شق بالشفة العلوية من جهة واحدة أو من جهتين، ممكن برضو شق في البلات أو شق في البلات والشفة العلوية، بيكون بسبب إنه أنسجة الوجه ما التحمت مع بعضها بطريقة صح. فحيعاني الطفل منذ الولادة إلى جانب يعني مشاكل الجمالية، برضو حيعاني من خلل في نمو الأسنان بالتوث ديفلوبمنت، وخصوصا في نمو الأسنان موجودة على الفك العلوي كتير حتتأثر بالمالوكلوجين، سوء إغلاق الفك العلوي على السفلي، فتحة في سقف الحلق، مسل كوردينيشن، صعوبة التحكم باللبس، بالتنك، بالشيكس، اند برضه بالفلور اوف ماوث. وبرضه حيكون معرض اكثر من غيره للدنتال كاريز، وبرضه البريدونتال تيشيو حتتاثر. هون حشوف شو اثر تقدم بالعمر الايجنج، ان هنا جيريدونتك البيشنت اللي عمرهم اكثر من 65 سنه على الاورال هيلث. هلا كبار بالسن مع التقدم بالعمر حتزيد عندهم الالتهابات بالأنسجة اللي بتحاوط وبتدعم السن، فهيعاني من عدة أشياء سواء على السوفت تيشيو وعلى التيف. بالنسبة للقلب حيصير في dehydration، جفاف، and loss في الإلاستيسيتي بمرونة الأنسجة، الأنجولار شيلايتس، التهاب على حواف التم من برا تمام عن اللب. بالنسبة للأورال ميوكوزا تشو may become thinner and less vascular، حتقل الأعصاب والأوعية اللي بتغذي السن. hyperkeratosis عبارة عن مناطق بيضاء بسبب الإريتيشن، هذا الإريتيشن بيصير بسبب sharp edge of broken tissue، بسبب الحواف الأسنان الحادة وأدينات شرطة الأسنان. برضو التنك بالتس حيفقد قدرته على التذوق. وبالنسبة للزيروستوميا برضو الغدد اللعابية حتفقد قدرتها على إفراز اللعاب، وبالتالي حيصير فيه جفاف. أوكي، بالتيس حتأثر، حيتغير اللون، حتصير أكثر اصفرار، آتشن، حيصير في تآكل بالأسنان بسبب حت الأسنان مع بعضها البعض. أبروجن برضو حيصير في تآكل بالأسنان بسبب عوامل خارجية مو بسبب يعني حت الأسنان مع بعضها، برضو حيصير معرض أكثر للروت كيريز، وبرضو حتأثر في دونتال تيشيو. بالنسبة للكانسر حشوف شو علاقة الكانسر وعلاقة العلاج بالإشعاع اللي بياخدوه مرضى الكانسر بالأورال. هلا مرضى الكانسر بياخذوا العلاج بالاشعاع عشان يعمل على قتل الخلايا السرطانيه، لكن الى جانب قتل الخلايا السرطانيه رح ياثر على الاسنان. كيف؟ عن طريق انه حياثر اكثر شيء على السلايفري جلاند، على الغده اللعابيه اللي بتفرز اللعاب، وبالتالي حتقل كميه اللعاب، ما في شيء يرطب التم، بالتالي حيصير في ايش زيروستوميا. فبالايرلي تشينج رح تقل كميه اللعاب، بالليت تشينج رح يصير في زيروستوميا. اوكي،
وكمان من بعد أسبوع لأسبوعين من العلاج بالإشعاع رح يعاني من inflammatory change، وبرضه رح يصير more sensitive لل pressure and temperature extreme، رح يصير معه نزيف unpleasant odor from necrotic tissue، رائحة فم كريهة بسبب الأنسجة اللي ماتت. هون حشوف شو أثر ال seizure disorders، نوبات الصرع مع ال oral health. إيه هلا واحد صار معه فجأة نوبة صرع أو زيادة شحنات كهربائية، حتلاحظوا في بعض الحالات إنه بعد أسنانه بطريقة قوية، فتأثير نوبة الصرع على الأسنان حيصير في تكسر خصوصا بالأسنان الأمامية، ممكن برضه تلاحظوا سكارز ندب على اللبس والطنج. طبعا إلى جانب أثر نوبة على الأسنان برضه رح يصير عند 25 لـ50% من الناس اللي بياخدوا دواء الفينوتوين، هذا دواء بيعمل كنترول لنوبة الصرع، تمام، بياخدوه بصير عندهم من سايد إفكت لهذا الدواء جنجيفال انلارجمنت، تمام، انتفاخات في الجنجبة، فحيصير عندهم بسبب النوبة تكسر في الأسنان الأمامية ووجود سكارز على اللب والتنك، ودواء الفينوتوين من أعراضه الجانبية رح يصير في جنجيفال انلارجمنت. هون حنتطرق لعلاقة مرض السكري دايبيتس مليتس وأثره على الأورال هيلث. مرض السكري بتعرفوا انه هو زيادة السكر في الدم، تمام، المفروض هلا هرمون الانسولين انه يوزع سكري موجود في الدم على الانسجة مشان الانسجة والخلايا يعني تستفيد منه للطاقة، لكن مرضى السكري اما انه هرمون الانسولين ما بنفرز عندهم او انه او انه يعني ما بيعمل وظيفته بطريقة مضبوطة، وبالتالي حيزداد عندهم السكر في الدم لانه ما في اشي يوزع السكر هذا، وبالتالي حيزداد عندهم السكر في اللعاب وحتلتصق السكريات باللعاب فحيصير اكثر حموضة داخل الدم. فمريض السكري اللي مهمل بحاله ومو مهتم بالسكري ودائما قراءات السكري عنده عالية كتير حيأثر على الاورال هيلث، ومرض السكري من اكثر الامراض اللي بتاثر على الاورال هيلث. ليش؟ لانه اصلا السكريات هي الشيء المفضل للبكتيريا، وبالتالي حتزداد نسبه التسوس عند مرضى السكري اكثر من غيرهم. اوكي، نشوف شو الاثار. بالنسبه للجنجيفا حتزداد عندهم الالتهابات جنجيفال انفلاميشن، بالنسبة للبريدونتال مور تيث with deep pocket، هون عبارة عن إشي مرضي عن فراغات أو فتحات بتحيط بالأسنان تحت اللثة، هاي الفراغات ممكن تتملى برضو بالإنفكشن. مور ألفيولار بون، برضو الألفيولار بون حيضعف، توس موبيلتي حتخلخل الأسنان ويصير في migration، حيزداد يعني ممكن يفقدوا أسنان، حيصير في تأخر بالالتئام الجروح. بالنسبة للتيث حتصير معرضة أكثر للتسوس، بالنسبة لللبس حيصير لها جفاف، تشقق بالشفم، أنجولار شيلايتس، الأنجولار شيلايتس اللي هو التهاب عند حواف تم عند اللب. بالنسبة للسلايفا حيصير ديكريز دي فلو، حتقل، حيصير معه زيروستوميا. بالنسبة للميكوزا حيصير في احمرار ونزيف بالميكوزا، حيصير في اورال كانديدياسيس، هاي عبارة عن فطريات موجودة بالتم، حيتغير عنده التذوق اصلا لانه السكريات حتكون عنده كتير، فحيتغير عنده التذوق، حيتأخر عندي الهيلينج تبع الميكوزا. بالنسبة للبلاد ديزوردرز، نزيف نزيف، اوكي، مشاكل نزيف، حشوف شو اسبابها. ممكن هون جنجيفال بليدنج باللثه، ممكن فجاه او بسبب فحص خفيف، عنده تاريخ مرضي بانه ديفيكولتي، صعب انه يصير في كنترول للبليدنج. نيومرس بيتكيا، هاي عباره عن بقع موجوده تحت الجلد بسبب نزيف بالشعيرات الدمويه، أو بسبب هنا acute or chronic infection بسبب عدوى حادة أو مزمنة، ما infection يعني التهاب، which هنا don't respond to usual treatment، بسبب تقرحات عنيفة، بسبب systemic disease بعض الأمراض، بسبب medication من side effect تبعتها بتعمل blood disorders مثل مميعات الدم، بسبب برضو بعض التغيرات الهرمونية برضو حتأثر وتعمل blood disorders. okay. هون حنحكي عن علاقة ثلاث أمراض بالأورال هيلث. بالنسبة لأمراض أمراض القلب، رح نحكي عن الكارديو فاسكولار ديزيز أند الأورال هيلث. أوكي، هلا إذا يعني أنت حافظت على نظافة الأسنان، هذا ويل كونتريبيوت، راح يساهم بإنه يقلل نسبة الالتهابات موجودة في القلب. أوكي،
فأظهرت الدراسات الحديثة إنه في علاقة، يعني حكوا إنه في علاقة بين الـ oral bacteria and cardiovascular disease. Why there are some data regarding this hypothesis، لهاي الفرضية، إنه بس ما في إنه أدلة جوهرية بتثبت إنه الـ oral، إنه عن جد الـ oral microorganism are etiologic، هي مسبب للـ cardiovascular disease، لا هي بتسبب عندي أمراض القلب. بالنسبة للريسبيرتوري ديزيز والأورال هيلث، برضو أظهرت الدراسات إنه البكتيريا الموجودة في الحلق نفسها تساهم الموجودة بالماوس، أوكي، وممكن برضو تنزل للور ريسبيرتوري تراك، ممكن برضو تأثر على اللنج وتسبب مشاكل. وبالنسبة للدايبيتس والأورال هيلث، قلنا الدايبيتس ماليتس حتزداد عندي نسبة السكر عندهم في الدم، وبالتالي حتزداد نسبة السكر في اللعاب، فحتتسخ السكريات باللعاب، فحيصير أكثر حموضة داخل الفم، فحيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للتسوسات. عشان هيك لازم يكون لهم متابعة دورية عند دكتور الأسنان. أوكي، هون حنحكي عن effects of certain drug on oral health. فوق إذا بتتذكروا قلنا عن دواء الفينوتوين، دواء السرع اللي بيعمل كنترول للنوبة. من أعراضه الجانبية بيعمل جينجيفال انلارجمنت. في عندي أدوية تانية برضو من أعراضها الجانبية بتعمل جينجيفال انلارجمنت، مثل برضو إلى جانب دواء الفينوتوين هذا قلنا فوق اللي بيعمل كنترول للسيجر، في دواء السايكلوسبورين. هذا دواء سايكلوسبورين باخدوه المرضى اللي حيزرعوا عضو مشان جسم ما يهاجم هذا العضو المزروع ويعمل ضده رد فعل مناعي ويعتبره جسم غريب، رح يجي ياخد سايكلوسبورين، لكن للأسف حيعمل له جينجيفال انلارجمنت من سايد افكت. ودواء النيفيدبين اللي باخدوه المرضى اللي عندهم انجاينا ذبحة صدرية وعدم تدفق في ضربات القلب، برضه من سايد افكت تبعته حيعمل جينجيفال انلارجمنت. اوكي، وهون التغيرات الهرمونية برضو فوق قلنا عن التغير الهرموني اللي بصير خلال فترة الحمل، كان في initiating factor البكتيريا، لكن خلال فترة الحمل صار في تغيير هرموني، فحتزداد ردة الفعل، ردة فعل الجسم حيصير في exaggerated response، فحيصير في gingivitis، gingival enlargement، enamel erosion عند المرأة الحامل. في عندي حالات تانية بصير فيها تغير هرموني غير الحمل، بصير خلال البيوبرتي، خلال سن البلوغ، وكمان خلال المينوبوز، خلال انقطاع الدورة الشهرية، بالإضافة كمان اللي قلنا عنه حيصير خلال البريكنانسي. هيك بنكون خلصنا المحاضرة، نعمل لك ريفرش سريع للي أخذناه. قلنا عن المرأة الحامل، قلنا المرأة الحامل بالأصل كان في انيشيتنج فاكتور على أسنانها، بس خلال فترة الحمل صار في تغير هرموني، هذا التغير الهرموني رح يعمل exaggerated response، استجابات مبالغ فيها، استجابات قوية، فحتسبب gingivitis، gingival enlargement، enamel erosion. كمان في عندي البيشنت اللي بيعانوا من كليفت ليب اور كليفت بلات اور كليفت ليب امبلت شق، حيعانوا من تو ديفلوبمنت، خلل في نمو الاسنان خصوصا الاسنان الموجوده على الفك العلوي، برضه بالمالوكلوجن، سوء في اغلاق الفك العلوي على السفلي، برضه حيكونوا معرضين اكثر للدنتال كاريز. بالنسبه للجيرودونتيك بيشنت، للكبار بالسن، حتزيد عندهم الالتهابات بالانسجه اللي بتحاوط وبتدعم السن، حتتاثر السفلي في تيشيو، حتأثر الأسنان، حتتآكل. أوكي، وبالنسبة لمرضى السرطان قلنا إنهم تعالجوا بالراديشن، هذا الراديشن حيأثر على الأسنان سلبا، عن طريق إنه حيأثر بالإيرلي شينج، رح تقل عندي نسبة السلايفا، أما بالليت شينج رح يصير معه زيروستوميا، جفاف بالتم. وبالنسبة لمرضى الصرع قلنا لما تجيهم النوبة حيعضوا أسنانهم بطريقة قوية، فهذا حيؤدي لتكسر بالأسنان خصوصا بالأسنان الأمامية، حلاحظ برضو وجود سكارز. بالنسبة لدواء الفينوتون بخدوه عشان يعمل كنترول للنوبة، رح يعمل من سايد افكت تبعته جينيفال انلارجمنت. ومرضى الدايبيتس قلنا انه حيزداد عندي نسبة السكر عندهم بالدم، وبالتالي حتزداد نسبة السكر في اللعاب، وبالتالي حتلتصق السكريات باللعاب ويصير اكثر حموضة داخل التم، وحتزداد نسبة التسوسات اكثر من غيرهم، يعني هذا اكثر من مرض، هذا اكثر مرض بيأثر على الاورال هيلث. واخر اشي قلنا عن هيدو بلاد ديزوردرز. وهيك بتكون خلصت المحاضرة، بتمنى تكونوا استفدتوا، موفقين.